عسلامة مدى. عسلامة. لاباس؟ إن شاء الله. الحمد لله. باش نحكيو اليوم على موضوع الحالات الاجتماعية لعباد اللي عايشين خلينا نقولوا ما تحت الصفر. الظروف الاجتماعية تبدلت بالثورة حتى لتو. من 2010 لاحظت اللي برشا حاجات تبدلت. أنا خذيت لا روتريت ان 2009. Avant 2009, كنت تخدم كنت مرشة اجتماعية. Avant 2009, bon, ما كانتش الجنة على وجه الأرض, ولكن الفقر اللي كان والبؤس أقل من تو. أقل من تو برشا. أقل من تو؟ لأنه قبل حتى الظروف كانت صعيبة معنا. تو أكثر. توا اكثر خاطر جات مشاكل صحيه وجات مشاكل ماديه اللي زادت عكرت الظروف الاقتصاديه نتاع العائله. مثلا انت مادام وقت اللي كنت تخدم شفت حالات بالرسمي معناها مساكن؟ فما حالات بالطبيعه, فما حالات. انا متخرج مش الجمعيه, لكن نخدم مع وزاره الصحه. خديت استقالتي ودخلت مع وزاره الصحه. يعني اكثر 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 الحالات هما المرضى اللي في الدياليز. علاش؟ انا كنت عندي كنت متكفله بهم لي دوسي نتاعهم, الناحيه العائليه الاقتصاديه المهنيه. اللي يمرض بالدياليز وهو ما عنده سينيسيس, ما عنده سينير, عبارة مريض حياته تحت الصفر. علاش؟ ما عادش كل ثلاثة أيام وهو في الدياليز يروح فاشل, يروح تعب, ما عادش عنده قوة وجهد باش يخدم. أكيد هذا حتى في صورة ما عنده معلم ووافق باش يقبلوا ثلاثة أيام في الجمعة, المردود المهني متاعه ماهوش نفس المردود في حالة طبيعية. علاه؟ ما نحكيوش على اللي عنده سن اساس بكل صفة, نحكيو على عامل يومي بسيط. عامل يومي بسيط صعيب ياسر باش يرجع لحياته المهنيه, ما عادش ينجم. نحكي على المريض اللي يصفي في الدم وهو عامل يومي بسيط. يعني انت تتصور انه اغلب الحالات الاجتماعيه واللي ظروفهم صعيبه هما اللي المرضى في الدياليز, اللي في الدياليز المرضى بصفه عامه. مرضى بصفه عامه وخاصه للدياليز, حتى للدياليز راهي كل ثلاث ايام وهو نهار استغفر الله يا ربي نهار بعد نهار, صديق تخوف فوا باغ سيمين وتحت ماكينه. كيفاش تحبوا باش ينشط؟ ما ينجمش ينشط, امبوسيبل. حتى باش يقعد عساس مثلا في شركه ولا حاجه, لي باترون ما عادش يخدموه. الاغلبيه نحكي ماهوش اكتيف, معناها مريض, انسان مريض. نحكي الاغلبيه حتى اللي عنده شركه يقول له خويا ما يساعدنيش انا, تجيني نهار بعد نهار. دونك يخرجوا من الخدمه, يقعدوا بلاش مورد رزق. الاطفال ما عادش عندهم سند عائلي. الزوجه مع الاسف يا اما تتلز هي تخدم يا اما تطلق. يعني هو وقت اللي يبدا تبدا المراه في الدياليز فما امكانيه راجل يطلقها, وزاد كي يبدا هو في الدياليز فما امكانيه يطلق. فهمت؟ معناها لو كنا نسالوا على المنحه الاجتماعيه قبل قداش كانت؟ كان عندك فكره وانت خدمت معناها مرشدة اجتماعيه؟ أنا حتى كي خدمت الملفات يهتموا بها زميلاتي المرشدات الاجتماعيات في المعتمديات, وإلا في الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية فما فروع خاصة بالمنح وكل شيء. هما قبل حسب الشيء اللي لاحظ فيه تو, كانوا المرشدات الاجتماعيات يتصلوا بالعائلات ويخرجوا وعلى عين المكان, ما يستناوش الاذن
من السيد المعتمد والسيد رئيس البلدية والسيد المدير الجهوي يعلموا، أما ما يقعدش يستنى حتى المريض يعمل مطلبه حتى ياخذ الموافقة حتى لين هي تاخذ الرخصة. لا، المرج الاجتماعية كل منطقة مقسومة، كل منطقة مقسومة إلى عدة سكتور، وكل مرجة تحت السكتور متاعها، من النهج الفلاني للنهج الفلاني تعرفهم الكل. اي واحد واحد هم الفلاني تعرفهم، قصة حياتهم الكل تعرفها. يعني وقت اللي يجيها المواطن وتعرف الملف، نقولوا احنا سي كريديبل، يعني الملف ما فيهش حتى شك، وهي تعرف لشكون باش تسند الإعانة لشكون ماهيش باش تسندها. والمواطن اللي يلاحظ مثلا جاره خذاه وما خذاش، ما يمشيش يعمل عركه المرشده، على خاطر فعلا يعرف ظروفه هو خير بشويه من ظروف جاره. فما مصداقيه، فوالا كريديبيليتي. العكس وقعنا توا كريديبيليتي، فما مصداقيه في البحث الاجتماعي. وقت اللي المرشده تقوم بالبحث الاجتماعي اوتوماتيكمون يتعدى على اللجنة الاجتماعية، والسيد المعتمد يبدأ في علمه بالحالة، مش كما توا أقعد استنى حتى للحقائق الأربعة بالسيد المعتمد يفيق بالحالة. ما فماش هذي قبل، ما فماش. المرجدة تعرف خدمتها، تعرف اش تعمل وش ما تعملش، وش تسجل وش ما تسجلش. تو المرجدة حتى كرهبة ما عندهاش. تو مش كلنا احنا ما كناش نخرجوا بالكرهب، كنا على سقينا. ونحكي لك على السبعينات، الحجر يكرد علينا والكلاب في جرتنا خدمنا احنا. سيتي با لو غران لوكس كيما توا. اي خدمنا في عام 73 بدينا ننشطوا، عام 6 عام اول فوج خرج من المرشدات، عام 69. انت منهم؟ انا من عام 73. كل ثلاث سنين، كل ثلاث سنين فما ثاني دفعه. هو المدرسه القوميه للخدمه الاجتماعيه بدات اون 66 بدات. كل ثلاث سنين يخرج فوق. انت في ثاني دفعه؟ انا 73، احسب واحد. دونك كنا نخدموا بقلب رب المواطن. امبوسيبل باش عائله تجي تهاجم مرشده، ولا تفوح في مرشدة، ولا تسيح على مرشدة. جميع ما عناش الاحترام المتبادل بين المواطنين وبين المرشدات. هذايا توا ما فماش. جيتو هي المرشدة وسيط، معناها وسيط وتمشي كان على الحق، والابحاث الاجتماعية متاعها حقيقية، ما فيهاش على غير التزييف الواقع مصداقية. معناها السيد المعتمد عينيه مغمضة وقت اللي يسند أكل المنحة هذيك للشخص هذيك سيسفني. ولكن حسب ما نسمع توا، أنا مش مكتوب على جبيني مرجع اجتماعي، أما ساعات نحكي مع المواطنين في الشارع في الحوم والكل، يقول لي جارتي أعطاوها وما تستاهلش وأنا ما عطونيش. معناها المواطنين يتشكوا، تبقى أنا ما نجمش نعرف كلامهم صحيح ولا غلط. نخلي لك الكلمه الاخيره مدام. والله بون، نتمنى باش المرضى في تصفيه الدم يلقاو حظ اكثر من هكا من ناحيه الطبيه. بسم الله ما شاء الله، ليزيكيب ميديكال كلهم في كامل تراب الجمهوريه عاملين اقصى مجهود، ولكن فما نواقص لازم وزاره الصحه تنظر بهم. وبالنسبة اليوم الوطني للتبرع بالأعضاء، ما نقعدوش نستناو نهار في العام، التحسيس ضروري. كنت حب نوريك أنا بطاقة تعريفي متبرعة، ولكن حسب المعلومات اللي خذيتها بعد 60 سنة ما تقعش عمليات زرع. علاش؟ على خاطر كي تعمل عملية زرع يلزم المتبرع والمتوفي يكونوا متقاربين في العمر. اور ابتداء من 60 سنة همش قاعدين يقوموا. تنجم من غير ما تكتب متبرع.
واللي يسجل بطاقته متبرع الفائدة شنية؟ هي أنه الله لا يقدر، الله لا يقدر في صورة ما عنده فرد من أفراد العائلة اللي يمرض بالجاليس وإلا حتى مرض آخر ويسحق تبرع بالأعضاء، هو عنده الأولوية، الفرد العائلة بتاعه عنده الأولوية بارابور زوتر